سائل يسأل: انتشر في هذه الأيام التحذير من بعض المنتجات والسلع من مشروبات غازية لما فيها من ضرر وأنها صناعة يهودية. الأصل في المشروبات الحل والإباحة، إلا إذا ثبت فيها شيء محرم، يكون فيها شيء من الكحول أو فيها شيء من المواد المحرمة، إذا ثبت هذا فهي لا تستعمل. أما ما دام لم يثبت شيء فالأصل الإباحة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستدين من اليهود، يبيع ويشري مع اليهود، تعامل معهم في أمور الدنيا ما في بأس. نعم.